بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، شرح اليوم راح يكون عن كيفية عمل ريندينج، أسرع ريندينج عن طريق سوني فيجاس، ويكون طبعا بدقة عالية. فأول إشي بنفتح السوني فيجاس. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت أي صورة. نضغط هاي الأيقونة طبعا، ونختار من هون HD 1080 60i على 1920 1080 29.970 بيتس. فبنخلي على نفس الخيار، ما بنغير. من هون بنختار 32، وبنختار فيديو 222، من هون بنختار افضل اشي بيست، والباقي ملنا شوية شغل. طبعا من بعد ما اخترنا هاي الامور كلياتها، بنروح على سيف اس. طبعا من هنا بنفوت اول اشي على سوني اي بي سي، طبعا نختار اللي احنا اخترناه 1920 1080 60i، فنختاره وبنضغط هون. هنا ما لنا شغل غير بهاي، نفوت على هاي ونختار اخر احتمال، نعمل موافق. هسه نكبس على ريندر. راح تنتبهوا السرعة عجيبة. فبتمنى انه الدرس ان شاء الله يكون مفيد لكم.